وبعدين يا ولاد انت تفضلوا متخاصمين كده كتير ومديني كل واحد قفاه. انا مش عايزه اشوف شكلها، يعني انا يا اخويا اللي عايزه اشوف شكلك ولا طايقك اصلا. حوش حوش هموت عليك. لا 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 مش قادره. انا يابا سامعها بتقول ايه ولا بتتكلم ازاي؟ دي واحده يتعاش معاها دي؟ يا ولاد صلوا على النبي بقى عليه افضل الصلاه والسلام. قول لي يا حموكشه يا ابني انت ايه مشكلتك وبص لي لو سمحت. مشكلتي يابا ان على طول لسانها طويل، على طول بترد الكلمه بعشرة، وكل شويه رايح فين وجاي منين وبتكلم مين وبتعمل ايه؟ ايه ده انا في مرستان والله وانا برد من فراغ يعني؟ مش بسببك، مش اسلوبك حضرتك، وكل شويه حاجات غامضه بتعملها. ايه مش انا مراتك من حقي اسالك رايح فين وجاي منين؟ هو انت بتفتش عادي يعني؟ ده انت بتمسكي الموبايل تفصصي وتمسكي هدومي تشميها وتجيبي مكبر وتشوفي فيه شعره ولا لا. وايه ده يا وليه ده؟ انت ايه مخابرات؟ الحق عليا يعني ان انا بغير عليك؟ هو في حد غير كده يعني؟ مش بحبك يا حموكشه. وانا كمان بحبك يا تينكا. ها؟ طب خلاص بدل انتوا الاتنين بتحبوا بعض احترموا بعض وخلي في ما بينكم موده ورحمه. بس هو يا عم ما بيغيرش عليا. وابقى غير عليها يا ابني، الستات بيحبوا كده. وهي خليها متعليش صوتها عليا وتصحى الصبح بدري تعمل لي فطار. متعليش صوتك يا بنتي على حموكش عيب، ده برضه راجل وكمان يصحى الصبح بدري كده حضري له الفطار قبل ما يروح الشغل، ده واجب عليكي. يعني اعمل ايه يعني؟ ما انا العيال بيخلوني سهرانه طول الليل عشان كده ما بعرفش اصحى، وهو ما بيحبش يفطر. حبكت يعني دلوقتي بقى بيحب؟ بقيت بحب. انا ببقى شغال طول النهار لازم افطر عشان اقدر اكمل. وانا يا حموكش ما اقدرش اصحى الصبح بدري، انا تعبانه يا حبيبي طول الليل مع العيال. انت اصحى اعمل لك سندوتش وكوبايه شاي، مش هتخس يعني. سنة سنة يابا. يا بنتي عيب، لازم تفطريه. تعالي على نفسك الصبح اصحي فطريه وبعد كده نامي تاني. بذمتك انت يا عمي حماتي بتفطرك ولا بتغديني؟ امال عايزني اصحى ليها افطره؟ انت يعني لازم يا بنتي تبقي زيها وتقلديها في الحاجات الوحشه؟ ما تخليك انت كويسه. ايه يا عمي ما انا كويسه وانت عارف ان انا كويسه، انت بتغلط فيا ولا ايه؟ ما تعليش صوتك على ابويا. بيت 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 امك بيتك يا اخويا. شايف شايف بترد عليا كلمه بكلمه ازاي؟ اعملوا لي احترام يا جدعان، بلاش انا على الشعر الابيض ده اللي انا بقيت فيه، عيب عليكوا كده. معلش يابا هي اللي بتعصبني. انا اللي بعصبك ولا انت اللي بتعصبني انت وابوك؟ وانا عملت لك حاجه يا بنتي؟ لا يا ابني كتر خيرك والله، عشان تشوف بس ان انا مستحملها، والست دي اخري معاها النهارده، مش هكمل معاها العيشه تاني. يا حبيبي وانا اللي شايفني هموت عليك، لا هتقطع من غيرك. لا يا حبيبي انا بعد كده اشتغل واربي عيالي وابقى احسن من اي حد. خليك اسمع كلام النت اللي هيخرب دماغك ده، اهو ان الست هتطلق عادي يعني، تشتغل وتربي عيالها عادي، خليهم لحد ما يخربوا بيتك. يا حبيبي هسمع كلامهم وهطلع لايف وافضحك. طب وريني يا ست هاني ما تطلعي لايف ازاي عشان اكسر لك دماغك بالمره. يا بنتي عيب، لايف ايه يا بنتي والفضايح اللي انت عايزه تعمليها دي؟ عشان خاطر عيالك يا بنتي لم الدور. لا يا عم انا مش هلم حاجه، واللي عنده يعمله. يا بنت الجزمه. انت بتضربني؟ بتضربني يا حموكشه؟ والله ما انا سكتها لك. عيب عيب يا حموكشه ما تمدش ايدك عليها قدامي. يا ابني يابا خليني اربيها. بس بس يا ابني سيبها. ها؟ نشلت يا فالح. شفت؟ انا جيت في ابوك من عمايلك السودا احسن تستاهل. معلش يابا حقك عليا انا اسف. عادي يا ابني ولا يهمك. ما ينوب المخلص الا تقطيع هدومه. ايوه ياما. ايه يا حموكش عملت ايه؟ خلصت المشكله بتاعتك ولا لا يا ولا؟ لسه ياما بس هتخلص النهارده على طلاق ابن الست دي. يلا في داهيه نكسر وراها قله، دي وليا هم انت اللي جبتها لنا. مش عارفه جبتها لنا من انهي داهيه، انا قلت لابوك ولا تروح ولا تيجي، خلي الواد يا اخويا يطلعه ونخلص. ايوه ياما عندك حق والله، بس انا هريحك النهارده. يا ابني بلاش خراب البيوت ده وبلاش تسمع كلام امك. بيقول ايه الراجل ده؟ الراجل ده اللي طول عمره قلبه مودينا في داهيه، خليه يسكت ويستنى كده على جنب شويه. انا قلت له اروح انا، قال لي لا خليكي. اجيلك اجيلك يا ولا يا حموكشه. انا مش عايزه اتعبك، انا قايم بالواجب هنا. برافو عليك ذكر يا حبيبي طول عمرك. سامع سامع يا عم حماتي بتقول ايه؟ بدل ما تهدي الدنيا بتولعها. انا من الصبح يا بنتي عماله هديكي وانت اللي بتولعيها. ما انت شايف يا عم مد ايده عليا ازاي وانت موجود وعلى طول كده اهو. اسكتي ولا مش عارفه اتكلم مع امي. وانا جيت جنبك ما تتكلم يا اخويا. لا ده انتوا مرستان، انا رايح الصيدليه اجيب حاجه للي في دماغي دي.
ولا هي بتتكلم معاك كده ليه يا ولا؟ هي بتعلي صوتها ليه؟ ده انا اجي اجيبها من شعرها. هي نسيت نفسها دي ولا ايه؟ ايه حماتي، مالك جاي عليا كده ليه؟ هو انا كنت عملت لك حاجه؟ هو انت عرفت تعملي لي حاجه يا حبيبتي؟ هو انت اصلا تعرفي تعملي حاجه؟ ده انت خايبه، حتى عيالك يا حبيبتي مش عارفه تربيهم. النبي يا حبيبتي بلاش تتكلمي في حته التربيه دي، عشان انا معاشر ابنك وشايفه تربيتك يا حبيبتي. والله يا حبيبتي عندك حق، ما انا لو عرفت اربي ما كانش اتجوز واحده شبهك. شايفه امك يا حموكشه؟ شايفه امك بتقول ايه؟ سامعها احسن. اقص عليك يا حموكشه، يرضيك يعني تقول عليا كده؟ اهو ده انا بحبك يا حموكشه وانت عارف. والله ده من امتى؟ ايوه يا واد جدع، خليك ذكر كده، اوعى الولية دي تأثر عليك. ما تخافيش يا حاجه، ابنك مسيطر. انا عارفه ان انت مسيطر يا حموكشه، ده انت مسيطر على قلبي ومسيطر على عقلي. بجد يا تنكة؟ بجد يا حبيب تنكة؟ انا والله يا حبيبي كنت بهزر معاك، انا اقدر اعلي صوتي عليك، انا بس واخده عليك شويه. يعني مش هتعلي صوتك عليا تاني؟ قطع لساني. هو انا اقدر؟ انت يا ولا، انت ولا رحت فين؟ مالكش دعوه بالقرشانه دي، ما تسمعش كلامها. انا والله يا حموكشه ببقى نفسي ان انا اصحى الصبح بدري واحضر لك الفطار واعمل لك شاي ولبن واعمل لك اللي انت عايزه، بس عيالك متعبين قوي وانت عارف. ايوه صح، ربنا يعينك عليهم. كده يا حموكشه تمد ايدك عليا وتعورني في وشي كده؟ اخس عليك، اهون عليك. معلش يا حبيبتي انا اسف، كانت اتقطع ايدي قبل ما امدها عليكي. الف سلامه عليكي، انا هروح اجيب لك حاجه على طول عشان تعالجي الجرح ده. لا خليك انت مستريح، انا هروح. بصي يا اختي الولية، بلفت الواد بكلمتين، يخرب بيتك ويخرب بيت اللي خلفتك. والله انا فعلا ما عرفتش اربي عيل دلدول بتاع مراته، تفوه عليك. شفت امك زعلانة ازاي ان احنا هنتصالح؟ بدل ما تفرح يعني يرضيها يعني خراب البيوت يا حموكشة. يا ست سيبك منها، دي امي طيبة، كلمتين كده وهتصفى. المهم ما تزعليش مني يا ست الكل. لا يا حموكشة ما اقدرش ازعل منك والله، ربنا يخليك ليا يا حبيبي ويخليكي ليا يا احلى تنكة في الدنيا. الو. ايوه يا حاجة، ابنك حموكشة ركع على رجليه وبيبوس ايد تنكة هانم. شفت يا ست هانم؟ يا لهوي على خلفتي.